نعم، في إطار مواكبة الموقع الإلكتروني مساء الجهة لفعاليات الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، يبدو أنه هناك مجموعة من التوقيعات. هناك كتاب الأسرة والقيم بين المقاربتين الوضعية والمرجعية. نعم الأستاذة الكريمة، في عجالة لو تقربيننا أكثر من هذا، من حفل التوقيع هذا. السلام عليكم ورحمة الله. بداية مرحبا بمساء الجهة، مرحبا بالزوار الكرام، زوار المعرض الدولي للكتاب، مرحبا بكم جميعا، ونقول لكم مرحبا بكم في حديقة الكتاب، مرحبا بكم في حديقة الإنتاجات المهتمة بالأسرة. فالأسرة هي نواة المجتمع، عليها مدار التكليف. في هذه المناسبة، مناسبة تلاقي الحضارات وتلاقي جميع الدول في بلدنا المغرب الحبيب، مرحبا بكم في هذا الرواق الذي الأسرة فيه مدار التأليف وليس فقط مدار التكليف. اخترنا ضمن برنامج منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ضمن فعالية المعرض الدولي للكتاب، توقيع كتاب الأسرة والقيم بين المقاربتين الوضعية والمرجعية. والكتاب هو من تأليف الدكتور محمد إبراهيمي. أولا نشكره جزيل الشكر، كما نشكر جميع المؤسسات والهيئات التي ساعدتنا على إقامة هذا الرواق، رواق منتدى الزهراء للمرأة المغربية. اخترنا توقيع هذا الكتاب نظرا لأهمية الكتاب في حياتنا وأهمية الكتابة حول الأسرة بالخصوص، لأن الأسرة إذا تعرضت للهدم فعلا تهدم المجتمع وانهارت قواه. فهذا الكتاب يعني يمثل ثمرة مجهود مشكور، يعني يتناول القيم ودورها في الحفاظ على توازن الأسرة والحفاظ على يعني التكامل بين أعضاء وأفراد هذه الأسرة. كذلك يعني من الكتب التي نالت حظها من التوقيع كتاب الصحراء المغربية. هذا الكتاب الصحراء، ملف الصحراء المغربية نسرين أخذ أستاذ التعليم العالي. هذا الكتاب يعني كما أن الأسرة هي قضيتنا يعني اليومية، فالصحراء هي قضيتنا الوطنية. يعني الصحراء قضية كل مغربي، يجب الاهتمام بها في كل المحافل وكل المناسبات. فلهذا خصصنا يعني حيزا من برنامج منتدى الزهراء المغربية لهذه القضية الهامة التي ما زالت يعني حية بملفها الساخن وملفها المهم. نعم أستاذة. في ظل الثورة التكنولوجية، كيف هو الإقبال عن الكتاب؟ نعم، رغم يعني ما تعرفه الحياة اليومية من تسارع ومن إنتاجات يعني إلكترونية، إنتاجات تكنولوجية يعني بشكل يعني متسارع وبشكل مهمل، يبقى للكتاب دوره. نعم، لابد وأن للكتاب دوره في حياتنا اليومية وفي حياتنا الأسرية. نعم نعم أستاذة، من بين المعروضات كذلك كتاب مغربيات حافظات للقرآن، لماذا يا ترى هذا العنوان؟ هذا الكتاب الذي ولد ولادته الأولى سنة 2007، كانت طبعته الأولى، كان حرصا مني كإعلامية لإنصاف المرأة المغربية التي لم ينصفها الإعلام وطنيا كان أم دوليا. كان عنوان تناول المرأة المغربية تناولا يختزل المرأة المغربية في تالوت، وهو المرأة الساحرة، المرأة المشعبدة، المرأة
الرجال، المرأة الأمية، المرأة الضعيفة، المستضعفة. لكن هناك نساء مغربيات رائدات في عدة مجالات، وعلى رأسها مجال حفظ القرآن الكريم. وكانت الفكرة مع مرأة أمية استطاعت أن تحفظ القرآن وخرجت أكثر من 100 حافظة. هذه المرأة كانت هي البذرة الأولى للتفكير في إنتاج مثل هذا الكتاب وهذا المؤلف الذي لقي إقبالا داخل المغرب وخارجه، وهو الآن في إطار ترجمة لعدة لغات منها الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والتركية. يعني هذا الكتاب نفذت منه الطبعة الأولى في ظرف شهرين، ثم الطبعة الثانية، والآن ها هي الطبعة الثالثة بين أيديكم تنتظر يعني الإقبال كذلك كما سابقتها، وهو يتضمن 20 حلقة للنساء المغربيات من مختلف جهات المملكة ومن مختلف الفئات الاجتماعية. فهناك الطالبة، وهناك الأستاذة، وهناك ربة البيت، وهناك المهندسة، وهناك المرأة المسنة، كما هناك الطفلة الصغيرة، وهناك أيضا اليافعة الشابة. فكل هذه الفئات يعني أعطينا دليلا ساطعا بأن ليس هناك حاجزا أمام المرأة لحفظ القرآن الكريم، كما يتضمن الكتاب رسالة أتتني من أحد القراء، حيث أن هذه السلسلة نشرت بجريدة التجديد سابقا في حلقات لرمضان، وكانت هذه السلسلة لقيت إقبالا، وكان أحد القراء اقترح أن تجمع هذه السلسلة في كتاب، ونال طلبه إقبال من إدارة الجريدة مشكورة، ومني شخصيا التي يعني أقدمت بمال خاص على يعني طبع هذا الكتاب وتوزيعه. والحمد لله ها هو الآن يعني في رواق المنتدى وفي أروقة أخرى، وقد تم توقيعه مع وزارة الثقافة في إحدى دورات المعرض الدولي للكتاب، كما تم توقيعه أيضا في رواق منظمة تجديد الوعي النسائي السنة الماضية. إذن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يهتم بالإصدارات وبالكتب، كما لا يغفل يعني الإنتاجات الإلكترونية من وسائط سمعية بصرية. وكما ترون يعني في رواق المنتدى هناك كتب أخرى، سواء منها الدراسات أو المذكرات أو التقارير. إذن هذا العمل يعني يدل على اهتمام المنتدى بالإنتاجات التي تهم المرأة المغربية والأسرة المغربية. كما أننا في يعني المكتب الحالي وفي الولاية الحالية نهتم بما يخص الدراسات والإنتاجات العلمية التي تخدم استقرار الأسرة المغربية وتخدم جميع أفراد الأسرة، سواء منها الرجل أو المرأة أو الأطفال، الشباب أو الشيوخ. إذن هذا مقتطف عن يعني مؤلفات منتدى الزهراء للمرأة المغربية. شاكرين لكل من يعني أخذ أو قرأ أو تفاعل مع منتوجاتنا ومع منشوراتنا التي لا تقتصر على مناسبات معينة، وإنما هي تكون طيلة السنة. شكرا لكم على هذا يعني هذه الالتفاتة وعلى هذا التناول، ونشكر أيضا كل الفاعلين، كما نشير إلى دور الإعلام. يعني الإعلام له دور كبير في التعريف بهذه المنتجات وفي تنوير يعني القراء وفي تنوير كل الزوار لهذا المعرض الذي يجمع يعني أناس من جهات مختلفة من المملكة وجهات مختلفة من يعني مختلف بلدان المعمور، ونرحب بالجميع سواء الدول يعني الضيفة على هذا المعرض أو يعني
يهتمون ويستهدفون أفراد الأسرة. وهنا أشكر بالخصوص الذين يأتون بإنتاجات سواء أدبية أو إنتاجات يعني لوجستية تهم الأطفال وتعطيهم يعني بديلا عما يمكن أن يشتت أذهانهم أو يعني يجعلهم غير آبهين لدراستهم واستقرارهم الأسري. وشكرا لكم. شكرا، ونكتفي بهذا القدر.